هلا والله فيكم شباب. الحين احنا في مؤتمر اي اي وانا قاعد اجرب لعبه باتل فيلد 5 مثل ما انتم شايفين قدامكم. ولكن قبل ما نبدا اللعب حاب بس انبهكم شيء، انه تصوير هذا الفيديو بجوال الهواوي بي 20 برو، فقولوا لنا ايش رايكم في جوده التصوير اوكي في الكومنتس تحت. فخلينا نبدا الحين. والله والله في تانك هنا على طول، خلينا نبدا فيه. اوه بس ما يمدينا ادخل وسطه، بس يمدينا اطلع فوق واجلس معاهم زي كذا، نجلس فوق التانك. شكل مبسوطين. اح عمه يقدر يكسر البيوت على التانك. وين الشعب؟ يلا هذا واحد طقنا ب 17. عشق بسرعه والله. مات على طول والله، على طول رصه. يا السلام على التشت الطيب. تعال تعال تعال، لا تخاف لا تخاف، اطلع اطلع. جابني، مات هذاك ولا لسه؟ يا الله والله قتلني. يا الله ماني قادر اشوف من الغبره. ايوه عسى مات. يا سلام مات، يا سلام. هو واحد ولا باقي واحد؟ ولا خلاص قتلنا هذاك؟ والله جبت بكم شوته. يلا مات كويس والله. خوي كمل عليه. تمام عليك، تمام تمام. لا والله مره ما حد يقدر يعيشني والله، صعب احد يعيشني زي كذا والله مره. والله فريقنا شويه فيه. ولا اقول لك خلينا بسرعه رسبن عليهم، شكله ما مديني. اوه والله مديني رسبن على التانك احسن ما فيها. بسرعه اطلع اطلع. يا الله المره حساسين بالزياده ذولي. ولد لا 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 والله قتلت. يا الله والله ما ادري كيف والله، جالس على الطرف انا مره ماني قادر. دي دي عندي عندي فكره عندي فكره. والله راح والله راح. لا حسيت ما رجع ورا. يا الله يا الله. يا سلام 89 والله خلاص ما بقي لي شيء. امسك قنبله كذا عشوائيه. ها بيقتل احد؟ والله ما بيقتل احد. ما حد شاف ما حد شاف. يلا اطلعوا يا عيال اطلعوا يا رجال اطلعوا. يا سلام. اوه يا سلام. والله جبته قد يستخبى من اول، هو جالس مستخبي. اوكي وين الباقيين؟ والله من شايفه زين يا اخي. الا الثلج مع اللبس الابيض حقه مره ماني شايف، ماني شايف زين. ايوه فقع. لا 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 يا سلام يا سلام قتلته. دقيقه استنى، فين هذا الثاني؟ في واحد دوبي شفته جاي من اليسار. استنى 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 استنى، لانه حظي حلو. يا شرد. لا لا باقي لي شويه بس. باقي له شوية باقي له شوية باقي له شوية باقي له لمسة بس باقي له لمسة. ايش كمان عارف هذا انت ولا واحد ثاني غيرك؟ في واحد ثاني فينه؟ تقدر تعلمني من مكانه لو سمحت يعني؟ اللي صار اخوه بس ماني عارف. يا سلام والله نتبت ما ادري ايش بعلق. اول صقعه جت له خلت يعلق بالكامل. هذا ضدنا ولا معانا؟ والله التانك ضدنا الله يستر، ماني عارف كيف اتخارج معاه. وين التانك ذاك؟ اهم شيء قتلته اهم شيء قتلته. يا لطيف. يا الله اخيرا اخيرا. دي كنا شفت واحد جالس من فوق. دي وين هو ذاك؟ وين؟ تانك مو وقتك. اخر واحد.
والله اني مره معدوم. فينهم؟ يا سلام، ليش مو راضي يصبر علي احد؟ والله كنت ابغى اجيب المسدس، يلا راح عليا. هذا سنايبر سقعني. اوكي انا متورط. لا 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 لا، والله قتلته، والله قتلته، كيف ماني عارف. طيب هنا وش فيه؟ يا سلام يا سلام. وي هذا خوي يا اخي، يفجعوني دائما. يا سلام يا سلام يا سلام. هيا ناخذ لي رصاص بس. ايوه ايوه يا سلام يا فنان، والله طلعتني على مكان كويس. اوكي خلينا نجي. يا سلام، وين العلاجات؟ هذا معانا ولا معانا؟ يا خلعني خلعني معانا ذا، والله يا خلعني. يمكن القى احد هنا. انا اسمع طلق رصاص زي هذا، يطلق هنا رصاص. والله قتلته؟ اوه هذه يطلق الطيارات حقتنا. اي 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 لا تطلق الطيارات حقتنا. خلص رصاصي؟ لا عندي. اوكي هذا كمان قتلناه. بيعرفهم في المكان الظاهر. اوكي والله مو مدارين من دحين، من دحين مو مدارين وين مكاني. شباب تعرفون فين مكاني ولا حاجه زي كذا قاتلكم كل شويه؟ ما يهمني، والله بجلس انا اقتلكم عادي. في واحد انتبه لي ورمى لي قنبله بس انه مات على طول. شباب ما قصروا. دقيقه دقيقه دقيقه، استنى الدخان ذا. والله قتلت اثنين انا؟ احد يشيكني بالله قتلت اثنين ولا واحد؟ تعال تعال. باقي ذاك، والله بس اني مره تكبرت، شايف نفسي اني قلت معطيني ظهري خليني اتدلع معاه. كان في واحد وراي وقلت انا. اجلس. دقيقة تعال انت الثاني. لا 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 لا، عيب عيب اللي قاعد تسوونه. يا سلام عليك يا بطل، الله اكبر. يا لطيف. السلاح لما يكون شوية. خلينا اجيهم من الجنب. ايوه. والله عندي مفاجأة لهم، والله عندي مفاجأة، والله عندي. ما يتكسر ذا؟ تعال لسه ما خلصنا. كذا نوصل لنهاية المقطع. إذا عجبكم المقطع لا تنسى الضغط على زر اللايك، وأيضا الاشتراك في القناة، وأيضا لا تنسى تشوف جميع الفيديوهات حقتنا اللي سويناها والتغطيات حقتنا في E3 في 2018. هتلاقي فيديوهات كثيرة موجودة، فلوجات، مقاطع، تجربة ألعاب جديدة وأشياء كثيرة. كان معكم خوكم عمران الحازمي، نشوفكم على خير ومع السلامة.